عبد الله السدحاني يرفض ان بنته تدخل التمثيل. هذا سلمكم الله في لقاء اخير الى الفنان القدير عبد الله السدحان. احد الاسئله من المقدم سال سؤال وقال له اذا كان بنتك هاويه للتمثيل وحابه تدخل هل تسمح لها تدخل عالم التمثيل؟ قال لا. ليش؟ لان عالم هذا يقول انا عايش بالعالم التمثيل 40 سنه وانا عارف. فالحرمه تحصل لها مضايقات في الوسط الفني. تبون الصحيح؟ هو 40 سنه ممثل وخدمه وعارف. انا يعني لي مجالات بالتمثيل واشوف الشيء ذا بعيوني. الحرمه ما تصعد وتنجح الا تتنازل عن بعض الاشياء اذا كانت بطله. المنتج او المخرج او تعرفون انتم عاد. تعرفون المقصود. فاهمين كل شيء. انا داخل بالمجال ده وعارفين كل شيء. وعارفين المتطلبات من المرأة. لن تصبح نجمة الا تتنازل عن بعض الاشياء.